كده يبقى احنا خلصنا المماليك البحرية والمماليك البرجية. عايزين بقى ندرس ازاي انتهى عصر المماليك كله برمته بعد 300 سنة من هذه ايه الامجاد. effects major lo major local reasons last mamluks weak leaving affairs to princes collapses of revenues internal divisions and isolation from the people high taxes stagnation fall of Granada 1492 last Umayyad enclave and the persecution of Muslims and Jews there left a shock discovery of path of good hope 1498 rise of the Ottomans أبو عبد الله محمد second hands over the keys of Granada last Muslim base to the kings of Argan and Kashtala. يعني سقوط إيه؟ سقوط غرناطة. سقوط غرناطة، وبما يعني سقوط الأندلس. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده إن كل فترة بيحكمها مصر حد من السلاطين بيبقى ليه نوع من أنواع الشرعية الدينية. فلما قلنا إن سيدنا عمرو بن العاص من ساعة لما فتح مصر وكان ده امتداد للدولة المسلمة اللي كان مقرها الحجاز، ولما جم الفاطميين كان ايه شرعيتهم الدينية؟ عشان احنا من آل بيت الرسول، فاحنا من اولى الناس ايه بحكم مصر، لحد لما سقطت القدس فايه فاصبح الموضوع فيه علامات استفهام، انتوا منين بتقولوا بتحبوا البتاع وسلمتوا تسليم مفاتيح؟ لما جم الايوبيين حكموا مصر، ايه الشرعية الدينية اللي استمدوها؟ استمدوها من ايه؟ علشان استرد القدس من الصليبيين، فبالتالي ده كان شرعيه مهمه جدا. ولما جم المماليك ايه الانتصار اللي حققوه اللي اقنع الناس ان هم ينفعوا يكملوا؟ هزم معركة عين التتار، جالوت. هزم التتار وحمى مصر من خطر المغول. فاذا كل دوله جت كان ليها انتصار ديني معين حمى ديار المسلمين من غزوات خارجيه. فلما جم المماليك وفي عهدهم سقطت غرناطه رغم ان هم استغاثوا بحكام مصر وحكام الدولة العثمانية ان هم يغيثوهم، في الاخر محدش بعت لهم اي حاجة، فده سبب ايه؟ سبب صدمة. كيف تسقط اخر قلاع الدولة الاموية في الاندلس ولا يحرك احدا ايه ساكنا؟ طول عمر الاسبان بيحاولوا من ساعة سقوط غرناطة وهم بيشوفوا بديل عن العبور في الاراضي الاسلامية. فلما كانوا بيعدوا بالقوافل البحرية من مصر ومن الشام كان دايما بيدفعوا ضرائب، وده كان مصدر دخل مهم جدا. فلما جاء فاسكو دي جاما اكتشف طريق رأس الرجاء الصارح اللي هو كيب اوف جود هوب عشان يوصل المستعمرات الأوروبية اللي موجودة في شرق آسيا، كان ده بيحرم مصر من مصدر دخل مهم جدا. أكيد أن دي كان وراها فعلا أسباب سياسية أو جيو اقتصادية لتجويع بلاد المسلمين. أنا ليه اللي يخليني أتكلف أكتر بدل ما أعدي من الأقصر؟ والدليل على ذلك ان كيب اوف جود هوب او راس الرجاء الصالح اللي عملوها البرتغاليين خلى المماليك يفرضوا ضرائب، وبالتالي اصبحوا غير محبوبين محليا، بالاضافه الى المشاكل الاخرى زي انشغال المماليك بقتال بعضهم البعض، وبالاضافه الى العامل المهم قوي وهو ان في نفس الوقت ده كانت دوله العثمانيين موجوده وبتمنوا تتوسع في اسيا وفي المناطق الاخرى. لو جينا نبص على الليجاسي او الليجيتيمسي بتاعه المماليك هنقول انها بدات فتح عكا واقتلاع المسلمين اللي موجوده وتحريرها من الصليبيين، ولويس التاسع اسيرا بين يدي المسلمين بعد فناء جيشه في موقعه فارس كور في المنصوره واخده اسيرا، دي كانت الشرعيه. اما النهايه فكانت ايه؟ معركه مرج دابق. ان طول عمر العثمانيين كانوا عايشين في توائم وعدم معاداة بينهم وبين بعض طالما الأمور كانت ماشية كويس. إمتى الأمور بدأت تبوظ؟ دول عايشين في تركيا وكفاية عليهم أوروبا وآسيا الصغرى وما لهمش دعوة بالحجاز والجزء الجنوبي، لحد لما بفوجئ أن سليم الأول بأن البرتغاليين بعد ما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح بيقدروا أن هم يغيروا على الدولة العثمانية من ناحية الجنوب، يعني متخطين مصر والحجاز بسبب ضعفهم. فكان الاتفاق ان احنا اوكي مع بعض طالما انتوا بتحموا الجبهة الجنوبية بتاعتنا. لما بدأوا يحسوا ان الجبهة الجنوبية بقت ضعيفة فسليم الفاتح قال لك خلاص مفيش بد، لابد من ايه؟ من اخذ القاهرة. ففي سنة 1516 تحرك لغزو مصر، انهزم وسقط قتيلا، ودخل سليم الفاتح مصر اللي كان ساعتها فيه طومان باي كان هو خليفة قنصوه الغوري، واتهزم مرة اخرى المماليك في موقعة الريدانية اللي حصلت في القاهرة بعد حرب شوارع طويلة ومطاردة لطومان باي، وانتهت بأن طومان باي اتعلق فين؟
على باب زويلة. ده فبوابة المتولي بوابة تاريخية شعبية موجودة في تاريخ المصريين، كانت وما زالت لها أهمية كبيرة جدا في تاريخ المصريين. آخر ملاحظة على آخر حكام دولة المماليك، ألا وهو هذا الرجل الغريب اللي عنده عمة على راسه فيها قرنين طالعين. حد يعرف مين الرجل ده؟ الغوري. قنصوه الغوري، اللي عمل إيه؟ مجمع الغوري. وعمل إيه في الأزهر؟ عمل مئذنة في الأزهر. عمل المئذنة اللي في الأزهر. فقنصوه الغوري ده قصته غريبة جدا. He was the last Mamluk sultan to enjoy a reign of any duration. حكم حوالي 15 سنة. اتسمى الغوري بسبب المنطقة أو المعسكر اللي كان بيتربى فيه، في منطقة الإيه، معسكر الغوري. كان مهووس جدا بالموسيقى والشعر والزهور، وكان بيحب قوي العمارة، وكان عنده تيست غريب جدا وشاذ شوية في الآراء وفي الأشكال اللي كان بيحب يعملها. طبعا إيه، في خصوصا في مسألة جني الأموال، فبالنسبة لهم الضرائب كانت مهمة، وبالتالي ما فيش رحمة معاهم. غرابته في الزوق المعماري، المدنة الشهيرة بتاعته اللي في الأزهر اللي فيها إيه؟ اللي فيها راسين. الغوري كومبلكس، عامل المدنة اللي فيها 5 رؤوس، أوكي، ودي في ناس بتقولك إن دي بتدل على الـ5 صلوات أو الـ5 أركان بتوع الإسلام، واللي قلده فيها قينباي أحد الأمراء بتوعه، اللي عمل المدنة بتاعت مسجد قينباي الرماح اللي في ميدان صلاح الدين برضو في القلعة. He was a man who liked style and innovation in everything. قصة، آخر قصة هناخدها، بتاعت المجمع بتاعت قنصوه الغوري اللي اتبنى من 1503 لحد 1505. This funerary complex has the same elements of any other beautiful architectural monument. It had a mausoleum, سبيل، كتاب، mosque and مدرسة. لكن للأسف الشديد، رغم الروعة المعمارية اللي اتحطت، تلاقي إن الناس بتعدي عليه ومحدش بيحس بيه. إيه القصة؟ وهل في لعنة معينة ورا مجمع قنصوه الغوري ولا مفيش؟ يا ريت يا نهى تقري لي الكلام اللي مكتوب في الجنب ده. وتنبه السلطان وهو يحس بقصر عمري في الحكم إلى أنه لم يشيد مسجداً يعمل اسمه شأنه في ذلك شأن بقية سلاطين المماليك، وكان مسجد بالنسبة للسلطان المماليك بمثابة مشروع يتقي به نار جهنم، بعدما قنهم الفقهاء أن فترة التربية الدينية أن من بنى بيتاً له بيتا لله في الدنيا بنى الله قصرا في الجنة. أو تغافل الغوري، لم يهتم السلطان بأمر المال أو الطريقة النزيهة التي ينبغي أن يبنى بها هذا المسجد، فقام بنزع ملكية مدرسة كان أحد أمراء المماليك قد أرسى دعائمها الأولى وشرع في تجديدها أو بالأدق في استكمال بنائها، ولجأ بكل بساطة إلى الاستيلاء على ما كان في القاعات القريبة من موقعها من أخشاب لأبواب وشبابيك ومن رخام في الأرضيات والجدران، وتوج ذلك النهب الذي أخرج عدة قاعات ومدارس كانت ظاهرة عامرة بإجبار البنائيين أو البنائين والحرفيين على العمل بأقل الأجور طالة وبلا أجر تارات أخرى، فضلا عن حثه فاحش القول وغليظ الأذى البدني للعمل بإخلاص لأطول الساعات. ولما كانت أرض مدرسة الغوري القائمة اليوم على يمين الداخل لشارع غورية قد اغتصبت من صاحبها وتم الاستيلاء على مواد بنائها من مبان أقدم واستخدمت الصخرة في تشييدها، فقد سماها المصريون المسجد الحرام على سبيل التأكيد للسلطان لأن كل شيء فيها أتى. هذا السلطان died of a heart attack while fighting the Ottoman Turks outside Aleppo، اللي هي معركة مرج دابق قرب حلب. جثته لم يعثر لها. He was never buried in his mausoleum on which he had spent a fortune. وفي قبل ما يموت السلطان، كانت بنته ماتت سنة 1505، وبعد كده ابنه الناصر الدين محمد عنده 13 سنة، الاثنين ماتوا بأمراض، وشاف وفاتهم على حياته وفي وقته. The latter two were victims of the plague. انتهى بيه الحال ان هو مات قتيل في معركة، لم يعثر على جثته ولم يدفن في الضريح الذي أنشأه وأنفق عليها الأموال الطائلة، وعاش ليرى أبنائه الاثنين يموتون بسبب الطاعون في حياته ويحزن عليهم. ده كان مصير للأسف إيه، قنصوه الغوري. كده يبقى إحنا خلصنا كل عصر المماليك بشقيها، المماليك البحرية والمماليك البرجية، ونقف عند هذه اللقطة الأخيرة للقاهرة من قمة جبل المقطم.
الصورة دي اللي متاخدة سنة 1922 بتلخص لك الوضع تحت حكم العثمانيين. العمارة شبه توقفت، الحياة والتطور انتهى، ويا ترى ايه السبب في هذا الجمود وهذا الركود اللي كان حصل لحياة المصريين في عهد الدولة العثمانية؟ ليه ما اتطورتش الدنيا زي ما كانت أيام الفاطميين أو أيام المماليك؟